القناعات التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة. خلال هذا المؤتمر إذن تقدم السادة الوزراء ببعض المراسيم المتعلقة بالنفط والتكوين المهني وتكوين المحاضر، وذلك أمام الصحفيين. وزير النفط والطاقة والمعادن أوضح أن المرسوم المتعلق بقطاعه يدخل في إطار ترقية القطاع والنهوض به والحفاظ على البيئة. بدوره وزير التشغيل شدد على أن دمج مركز أطار للتكوين المهني والثانوية الفنية وحل مركز النعمة المهني يهدف إلى عصرنة هذا المجال. الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد على أهمية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لموريتانيا ومحوريتها في العمل العربي المشترك، وقلل من قيمة جولة برام الإفريقية. وقد أكد الصحفيون بالقاعة ضرورة تحديد وقت للمؤتمر الصحفي وإعطاء الفرصة للصحفيين لطرح الأسئلة، مشددين على أن رأس مال الصحفي هو الأسئلة والأسئلة فقط. لقناة الوطنية عبد الله الزبير. توجت الزيارة التي يؤديها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لموريتانيا بصدور بيان مشترك رسم الخطوط العريضة لأهم القضايا التي تم التطرق لها خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس الموريتاني والفلسطيني. ودعا الرئيسان البيان إلى تكريس كافة الجهود في سبيل وحدة الصف العربي انطلاقا من وحدة الهدف والمصير، بغية التصدي لمختلف التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، والعمل على نشر ثقافة السلم والاعتدال والتسامح ونبذ كل أشكال الغلو والتطرف والعنف والكراهية، وتطوير آليات محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة. وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمعالجة الأزمات العربية بالطرق السلمية ورفع التحديات التنموية وترسيخ قيم العدل من جهة والمساواة وإعطاء المزيد من العناية لقضايا المرأة والشباب حسب ما جاء في البيان. هذا وكان الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز قد أجرى مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بعيد وصوله إلى مطار أم تونس الدولي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. تناول فيه تطورات القضية الفلسطينية والجهود التي تبذلها الرئاسة الموريتانية حاليا للقمة العربية لوقف الاستيطان والتمهيد لإجراء مفاوضات جادة تضمن وقف معاناة الفلسطينيين وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وسبل تحريك الموقف الدولي لوقف التعنت الإسرائيلي تجاه الحكومة والشعب الفلسطينيين. من جهة أخرى، وصف نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل ونائب رئيس الجمعية الوطنية بموريتانيا محمد غلام ولد الحاج موقف إمام الجامع السعودي بن واكشوط أحمد ولد المرابط من التشيع في موريتانيا بأنه ينتمي لمواقف الكبيرة للإمام بوداه ولد البصيري، مشيرا إلى أن موقف ولد المرابط من قضية التشيع حديث في الصميم وموقف مكمل لصرخات وتحذير صدرت من إعلام وعلماء عدة في هذا البلد، مضيفا أن خلاف البعض مع ولد المرابط في مواقفه السياسية لا يلغي علمه ومكانته، معتبرا أنه نبه لخطر ماحق ومن فتنة بدأ وميضها يشع من خلال أزمات البلد، داعيا إلى التصدي لخطر التشيع قبل استفحاله، ومطالبا بترجمة ذلك في برامج عملية وتنموية ودعوية شاملة على حد تعبيره. أعربت موريتانيا عن قلقها البالغ من تداعيات مصادقة مجلس النواب الأمريكي على تشريع أطلق عليه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أعربت فيه عن قلق الحكومة الموريتانية من التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على تشريع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وذلك لتعارضه الواضح مع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول. ودعت الخارجية الموريتانية في بيانها المجتمع الدولي لتضافر الجهود بغية مواجهة مظاهر الإرهاب والتطرف والغلو في إطار احترام أسس القانون الدولي والسيادة الوطنية، مذكرة بضرورة احترام أي تشريع في هذا الشأن لمقتضيات القانون الدولي وبصفة خاصة مبدأ الحصانة القضائية للدول. كما أعربت عن خشيتها من تأويل هذا القانون
بحيث تتم المساواة في المسؤولية عن ارتكاب أعمال إرهابية بين الدول ورعاياها، ومحاولة تطبيق قوانين محلية خارج نطاقها، لأن ذلك سيشكل سابقة لتناقض مبدأ السيادة حسب تعبير البيان. تشكو النسوة العاملات في سوق مدينة بوتليميت الكثير من المشاكل والإهمال، من أبرزها ضيق السوق ومشاكل القمامة وانعدام الكهرباء والمرافق العمومية. الزميل عبد الله البلال معه المزيد في سياق التقرير التالي. هنا داخل هذا القبو المظلم يقع سوق النساء بمدينة بوتليميت التي تعتبر من أعرق مدن البلاد تاريخيا، مدينة ظلمها التاريخ وأصبحت متدهورة ماديا واقتصاديا. فلا السلطات الرسمية بنواكشوط توليها كبير الاهتمام، ولا حتى السلطات الإدارية في المدينة يعني لها الأمر شيئا كما يقول سكان المدينة. هذه السوق التي يحافظ العاملون بها على جزء كبير من التاريخ القديم للبلاد تسبح في ظلام دامس ومعاناة دائمة، رغم عزم السلطات المسؤولة في البلد على تحطيمها وبناء سوق جديد مكانها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، مما أثار سخط العاملين بها وجعلهم يطلقون العنان لمطالبهم أملا في أن تصل الرسالة عبر الإعلام إلى أعلى هرم ذي السلطات الحاكمة. عنه رايح وملان من مباليت وملان من لوسخ وملان من الدرابي وضيق بلو، وقد جاتنا البلدية يوم هذا هون وقالوا لنا عن عطين ونصارتهم وميلون ولا يبنون به مرصة ولا يدق تقول العنقة، وهذا اللي ما ينجونا يقولوا هن فاتوا جاونا خمس مرات الله استوى قالوا هن ما رأينا شيء ولا أبناؤنا شيء ولا دوشات باطلوك وفي انقلبنا يعدلهم ونعرفنا من القرى ما عرفنا من القرى له شنو، احنا بعد السيد الرئيس سرقنا له كرتاتنا ونبقوه يرد علينا اللفته مره واحده، احنا ذو الحرة بوتليميت طالبين منه يجلي عنا للحاله ويتم حضرنا في اللي عدل المقاطعات كاملين نحضروا فيه نعود واحده منهم. سوق يتعانق فيها التاريخ القديم بالحاضر والتراث بالعولمة والتطور، وتمتلئ أزقتها بالأدوات والأواني، وتوفر أكثر من فرصة عمل لنسوة تحطمت آمالهم في الوصول إلى مراكز صنع القرار بعد توقف المسيرة الدراسية بفرض قيود المجتمع وعدم التمكن من مواصلتها، الأمر الذي حدا بهذه النسوة إلى إقامة مشاريع تنموية محدودية التمويل والدخل كبديل عن الدراسة والعمل الرسمي. لكن رغم ذلك لا تزال المعاناة والتجاهل يقفان حاجزا أمام ما تصبو إليه النسوة في المدينة. أنا هذه عندي شهادة البكالوريا ولا رأيت عمل ولا الفرصة ما أعطتني نقص الجامعة ولا قص الجامعة قاع بس ما هي مقابلة للشيء. استمعت أنا قدر من صديقاتي عندنا تعاونيات عندنا اشتغلوا لروسنا وجمعنا ايش من الفضة وعندنا بيش من الشغلة فيها شغل تيدينا شوف راعيها فيها تسابح مدخرينهم ودور هواش وفيها شغلتنا على المكان اشتغلوا نفصلوا الخنط نعدلوا اللبسات وننزلوا مقاطع ونعدلوا الشكاوي ونعدلوا النسع سمعت ونشروا التيدات ونصنعهم عند المعلمين ونطرحوهم نبيعهم ونلودوا منهم لربوحات. مهم علينا اشتغلنا على حسابنا اللي دولة ما بس ما يمشغل حد ونحن ما عندنا ذاك اللي يشتغل فيها ما عندنا حيلة روق على الشغلة اشتغلنا على حسابنا وعدلنا وقعدنا في دشرتنا نزلنا فيها البركة ويقيمها باس دشرة ما مسدود أخبارها. تيامنا بمقولة من لا ماضي له لا حاضر له، تستمر نسوة المدينة في محافظتهن على الأعمال اليدوية التي تدر عليهم دخلا حتى ولو كان محدودا، مساهمة في إحياء أسواق المدينة وبقائها على قيد الحياة، وكلهم أمل في لفتة كريمة من قبل السلطات المعنية في البلاد. فهل يصلح الطلب ما أفسده الإهمال أم سيظل حال المدينة وساكنها كما هو عليه؟ عبد الله البلال، الوطنية. وفي سياق متصل، نظمت ساكنة مقاطعة بوتليميت البارحة سهرة مديحية بحضور عدد من رواد المديح النبوي الشريف، وتعتبر السهرات المديحية سنة دأب عليها سكان المقاطعة منذ القدم في مواسم الأعياد والمناسبات السعيدة. الزميل عبد القادر ميارة حضر ليلة المديح وعاد بالتقرير التالي. بعد أن أرخى الليل سدوله أصبح الوقت هادئا وأضحت الكلمات خافتة والعبارات رنانة،
نظمت ساكنة أبي تلميذ ليلة مديحية على رماله الساحرة، حيث اختلطت مشاعر الأخوة الجياشة بمشاعر الحب الصادقة لخير البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام بحضور جمع غفير من رواد المديح النبوي الشريف. المديحون استعرضوا الليلة المديحية بأصواتهم الشجية ولحنهم الفريد خصال المصطفى في جو ملائم وبآلات تقليدية أصيلة. كل شيء يضيء والنور الله إذنانا وكلام وما شفتي. زغاريد من طرف النسوة وتصفيق من جانب أسرة المديح ممزوج بفرحة غامرة وبهجة مبشرة من قبل الحضور، بالإضافة إلى تفاعل غير مسبوق حظيت به الليلة المديحية من طرف ساكنة المقاطعة، هو ما أضفى رونقا وأنقا لليلة المديح التي كان لها المكان اللائق في صفوف الحضور. قناة الوطنية عاشت الليلة المديحية مع ساكنة أبي تلميذ من أجل نقل الصورة بأبعادها الثلاثية ليكون ختام المسك مع ذكر خصال المصطفى الحميدة، ويبقى أمل السكان قائما أن تتكرر الليلة وما فيها من عواطف فياضة. عبد القادر ميارة، الوطنية، من مدينة أبي تلميذ. على غرار كل عام انطلقت بطولة كأس عمدة بلدية بوتلميذ لكرة القدم، وسط مشاركة يرى المشرفون على البطولة أنها دون المستوى مقارنة مع الأعوام الفارطة. التفاصيل مع الكابتن محمد المصطفى النور. منذ ثلاثة عقود خلت وبطولة أبي تلميذ لكرة القدم تزخر كل عام بلاعبين أفذاذ لم يحل ضعف الإمكانيات بينهم وترويض الساحرة المستديرة. والطعم الخاص لهذا الملعب الترابي العتيق هو الذي جعل المتفرجين يتحلقون حوله مشكلين سلسلة من التشجيع والتصفيق. البطولة تم إنشاء لأول مرة سنة 89، ومن ذاك من ذيك الساعة إلى جو بطولة متواصلة، يعني عاد بطولة موسمية تنظم، وهذه السنة منظمة تشارك فيها 20 فريق يمثلوا جميع أحياء الدشرة وفن بعض الحواضر. يتنافسوا فيها. فما بطولة أخرى جديدة تم خلقت السنة الأول مرة، هي بطولة للناشئين الفئة بين 12 سنة و 16 سنة. تمت هذه البطولة تم إنشاء هذه السنة برعاية المفتشي الشباب الرياضة هون على مستوى المقاطعة. الأول مرة تخلق هذه السنة. تعاني بطولة أبي تلميذ كغيرها من البطولات المحلية من ضعف الإمكانيات وغياب الدعم المطلوب، وذلك ما يشهد عليه لاعبوها القدامى. تظاهرة أنا كنت لاعب فيها وكنت منظم لتظاهرة رياضية رمضانية على مدى 12 سنة، وعضو في هذه اللجنة لها 12 سنة في هذه لجنة التنظيم على مستوى بوتلميذ. ملاحظة لأن شهدت تراجع كبير من حيث الإقبال ومن حيث الأهمية. هي كانت عندها صيت كبير وكانوا لاعبين البريمير ديفيزيون كاملين كانوا يشاركوا في هذه التظاهرة الرياضية. يقر بدأ عزوف عن هذه التظاهرة. تعاني هذه البطولة من عدة مشاكل من ضمنها البنى التحتية، حتى شاف هذا الملعب يعرف عنه ما يصلح، يقول له ياسم الروايات رغم أن شهد تحسينات في الظروف الأخيرة، شهد مجموعة من التحسينات إلا أنها ما زالت دون المستوى. أنا واحدة من أبرز اللاعبين أصلا القدماء من هنا تياها، وكنا نلعب هون إن شاء الله في هذا الملعب بوتلميذ، وهنا واحدين من اللاعبين معايا هنا تياها كيرافع والسليم، هنا واحدين من اللاعبين واحدين ما نقدر نحصيهم تبارك الله ما شاء الله. وترنوار ما كيف كان نقولها له، كان أصلا ترنوار كان يكسعة، فتبارك الله جيات من الناس وكانوا لاعبين تبارك الله هنا تياها ياسرين. واخبارنا قاعد نحن واكشوط كنا ما كنا نعرفهم، كنا لابس من منطقه بوتلميت هنا تياها، وكانوا هون تبارك الله عده فرق تبارك الله، ولا فيهم حد اولاد الدشره هم اللي يلعبوا هنا تياها في نفس المنطقه، وهذا الاخر هنا تياها لا طاري هنا تياها اتم الكره ما تعرف كيف كانت ديك الساعه. هنا نعرف ديك الساعه هنا يقعدوا لاعب الدشره والله العلب والله الحواش والله انا صار صدفكات يا انت
نذكر الماضي لنعود لاعبين هنا تياها فتبارك الله هون خلقنا خمس فرق الى سته لنعود لاعبين هنا تياها فتبارك الله هون تبارك الله يمتلئ من تبارك الله المواطنين. حين تتعاور اقدام اللاعبين الكره ينتقل الحيز المكاني الى قمه الناريه تجذب حولها كل عاشق للكره. عبد المصطفى النونو الوطنية. وفي السياق الرياضي أيضا انطلقت مساء أمس النسخة الثانية من بطولة كأس عمدة مقاطعة وادي الناقة لكرة القدم تحت شعار قوتنا في وحدتنا بمشاركة عدة فرق في المقاطعة. الكابتن صلاح الدين سيد أحمد والتفاصيل. إذا النادي أنشئ بخدمة المقاطعة أطلق النسخة الأولى السنة الماضية وها أنتم تشرفون اليوم على النسخة الثانية. نرحب بالجميع، نتمنى للجميع التوفيق، نرجو من اللاعبين السلوك الجيدة، نرجو أن نكون في رغبة الجميع في الهدوء والانسجام طيلة هذه البطولة. كذلك نشكر من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه النسخة الثانية لبطولة كأس المقاطعة تحت إشراف نادي الأمل الرياضي. بمعية نادي الأمل الرياضي انطلقت النسخة الثانية من بطولة كأس مقاطعة واد الناقة لكرة القدم تحت شعار قوتنا في وحدتنا. بطولة واد الناقة هذه وغيرها من البطولات إنما هي تأكيد على أهمية الرياضة المحلية ودورها في تنمية قدرات الشباب ودمجهم في المجتمع. بيد أن البطولة المحلية دائما ما تكون غائبة عن الواجهة الرياضية لكونها في الغالب تنظم في المقاطعات الداخلية والمناطق النائية، كما أن غياب الدعم الرسمي في الغالب عنها دائما ما يجعل منها حبيسة الملاعب الترابية حيث تجرى. أما الآن فنفتح صفحة الأنباء الدولية المختصرة. أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا وجود مشكلة في توصيل المساعدات إلى مدينة حلب بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة، لذلك وشدد دي مستورا في مؤتمر صحفي مشترك مع منسق الشؤون الإنسانية في سوريا على ضرورة توفير الحكومة السورية تصاريح السماح لدخول المساعدات. تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن 60 خرقا للهدنة من قبل المجموعات المسلحة في سوريا، وأكدت الوزارة أنه سيتم سحب الأسلحة والمعدات من طريق الكاستيلو تمهيدا لدخول المساعدات الإنسانية إلى أحياء حلب الشرقية. فندت الخارجية البريطانية في بيان لها تقريرا برلمانيا كشف عن أن قرار التدخل العسكري للمملكة المتحدة في ليبيا عام 2011 جاء بناء على معلومات استخباراتية خاطئة، وأكدت الوزارة أن هذا التدخل تم بناء على قرار دولي بموافقة مجلس الأمن الدولي. احتشدت مجموعة من المتظاهرين قرب تاكاي بمحافظة أوكيناوا اليابانية في محاولة لوقف نقل المواد البناء إليها احتجاجا على بناء مهبط لطائرات هوليكوبتر للجيش الأمريكي في المنطقة. بهذا تنتهي النشرة، نعود لنذكركم مشاهدينا الكرام بأبرز ما جاء فيها. المجلس الوزاري يعقد اجتماعه الأسبوعي الأول بعد عيد الأضحى ويصادق على عدد من مشاريع المراسيم. الرئيس الموريتاني ونظيره الفلسطيني يصدران بيانا مشتركا بعد لقائهما بالقصر الرئاسي. نائب رئيس حزب التواصل يساند دعوة إمام الجامع السعودي ويدعو إلى التصدي لظاهرة التشيع في موريتانيا. سوق بوتليميت عمل دؤوب وتطلع للمزيد من الإنجازات. وفي المسائية تابعتم أيضا ترانيم المديح حين يهدأ الليل
وتصفو النفوس للتعبد بالمحراب. نشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.